اسمي الحقيقي مالك الدراتكي، انا من الاردن ونك نيمي بالجيم جوكر. هو كان بالبدايه اسمي جوكر بوكر سموكر، بس يعني خفف شوي طويل زياده عن اللزوم. انا طالب بجامعه اي يو دي اللي هي امريكان يونيفرسيتي اوف دبي. كنت بدرس هناك ميكانيكال انجينيرينج، لكن حولت لبزنس اكاونتينج. ليش بلشت العب كونتر؟ والله واحد من اصحابي اللي لقيته هيك بيلعب كونتر ب 2014، هون بلشت كونتر سترايك، لقيته بيلعب هاللعبه، قلت لحالي شو هاللعبه؟ قال لي والله بتجنن ومش عارف ايش، قلت لحالي يلا بجربها، ومن بعد ذلك شديت على حالي وطلعنا. عرفت؟ يعني كيف اقول لك؟ المعنويات اللي حاليا لاي جي سي 3 يعني بتقدر تقول يعني لسه الشباب مش كثير جاهزة، يعني كل الشباب هلا حاليا مركز بحياتها العادية، من ضمنهم أنا يعني، لأنه هلا هاي الفترة، قول من الشهر الماضي لهلا، قول هاي الفترة كلها قاعدين بنشطح ستنا وعلى حياتنا الشخصية وهالسواليف هاي. هو يعني هو الصراحة أنا بعتبروني زي القائد، بس أنا برضه نفس الوقت أي أنا من ناحيتي، أنا from my perspective بعتبر بيبسي القائد، هو من ناحية الديسيجنز بس من ناحية انه مين الان جيم ليدر ومين الاوت جيم ليدر برضه ان ذا سيم تايم انا. بس يعني ما بعرف اذا فهمتني صح ولا لا، بس يعني بيبسي انا بعتبره يعني عرفت نتورك تأسس من واحد، وهذا الواحد صاحبنا يعني قول نعرفه من زمان عرفت، ومظبطنا انه في غرفتين زي اللي بيعتبروها في اي بي روم، ومظبطنا ومسوي لهم هذول الغرف الغرفتين هذول مباض مسويهم لنا احنا الشباب عرفت. فقول زي شبه البوت كامب اذا بدنا نيجي نسوي براكتس عرفت، نكون خمسه جنب بغرفه هاديه. والله الحلم يا اخوي زي اي واحد شو بيحلم، بيحلم يوصل لفوق يعني عرفت، للقمه يعني، يقول واحد يوصل لبرا هاي اهم شيء، برا مستوى الجي سي سي كونتريز اللي بيقولوا عنهم بالعربي، والله ما ندري شو بيقولوا عنهم بالعربي. هذا الحلم يا اخوي، الواحد يطلع برا ويتحدى الافضل عرفت. هون بهاي المرحله الواحد بيجي بيتعلم منها كثير، راذر ذان انه يضلوا يلعب ضد ناس نفسهم ونفسهم وتكرار تكرار، يعني بيعلم بس انت عارف بيعلم مين عرفت. لما تيجي تلعب ضد الناس نفسهم خلص بتصير حافظ لعبهم، بتصير تقدر تقراهم ايزي، بس لما تيجي تلعب ضد ناس لعيبه يعني على سبيل المثال مثلا نقول ان اي بي اي مثلا ضدك نورث ضدك فيز، هدول بيلعبوا بتقنيك يعني تكنيك معين انك صعب تقدر تقراهم، ومن هذا اللعب تيجي بتتعلم اكثر واكثر، كل ما تلعب ضد تيم اصعب كل ما تيجي يعني تتعلم اكثر منهم اكثر واكثر.